مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. في هذا الفيديو رح أخبركم عن طريقة إيقاف حالة النشاط على إنستغرام بطريقة سهلة جدا بعد تحديث إنستغرام الجديد. بس كل اللي بدي إياه منك تركز معي كتير منيح في هذا الفيديو، وأتمنى تحط لايك وتشترك بالقناة، أتمنى تدعمني. في البداية صديقي، نضغط على 3 خطوط يلي فوق، ومن ثم على الإعدادات، تمام؟ بعد ذلك بننزل للأسفل قليلا وبنضغط على هذا الخيار، وبعدين يا صديقي العزيز بنضغط هون، ومن ثم بنقوم بإيقاف هذا الخيار. لو كان الخيار هذا مفعل بنقوم بإيقاف هذا الخيار، وهيك انت بتكون قمت بإيقاف حالة النشاط على إنستغرام بطريقة سهلة جدا بعد تحديث انستغرام الجديد. يعني يا صديقي الموضوع بسيط جدا وسهل ومش معقد، والموضوع اسهل مما تتخيل. وبس والله كان هذا شرح اليوم، اتمنى يكون عجبكم. لا تنسى تحط لايك وتابعني اذا انت جديد، واذا كنت محتاج اي مساعدة اتواصل معي على حسابي على انستغرام، هذا هو حسابي، اتواصل معي وانا عيوني الك، وان شاء الله مش هقصر مع اي حد. وبس والله، السلام عليكم.